وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ القبطة والسرور يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم الكريم بالتحيات الخالصة والتمنيات العميقه لسموكم بموفور الصحه والعافيه مقرونه باعتزازنا ببرقيه سموكم التي تحمل لنا التهنئه بالذكرى الثانيه والخمسين لتاسيس قوه دفاع البحرين الباسله هذه المؤسسه الوطنيه العتيده التي هي الدرع الواقي لحمايه وطننا العزيز وصون مكتسباته وستبقى باذن الله حصنه الحصين مؤزرة بكل عوامل الاقتدار تدريبا وتسليحا وجاهزية بكل الكفاءة والروح المعنوية العالية والاستعداد المطلق للتضحية من اجل سلامة هذا الوطن الغالي وستبقى هذه المؤسسة دائما ان شاء الله رمزا للوفاء والولاء. اننا اذ نقدر دور سموكم في كل ما حققته قوة الدفاع من منعة وكفاءة نسال الله ان يحقق لهذه القوه الباسله السداد والتوفيق وان يسبق على سموكم نعمه الصحه والعافيه والله يحفظ سموكم ويرعاكم ودمتم سالمين حمد بن عيسى الخليفه ملك مملكه البحرين